مصر النهاردة بنحلم لبكرة. أهلا وسهلا بحضراتكم، بواصل حواري مع الوزير المحترم دكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة. وصلنا للشارع، كهرباء الشوارع، والقرار الذي صدر بتخفيض الكهرباء ونسب الإضاءة بنسبة 50%. ومع ذلك احنا هنا في التلفزيون قدمنا الصورة، هي فندم اللقطات ده كباري في مصر، كباري رئيسية اعتقد ده على المحور على الدائري او 15 مايو، الاضاءة كده مفيش اضاءة خالص، ولا لمبة شمال ولا لمبة يمين، شوارع كتير جدا، شارع الجامعة في الجيزة، شارع الدقي الرئيسي، حوادث بقت كتير قوي، ناس بتعدي في الشوارع مش شايفة. انا عسكري المرور عند جامعة القاهرة وقفني قال لي انا هموت كل يوم، انا العربيات ما بتشوفنيش، مش عارف اعمل ايه، انا اقعد فين، الدنيا كحل فعلا، الراجل كحل بيقول لي انا ناقص اجيب كشاف علشان اقول للناس انا واقف قدام جامعة القاهرة في منطقة محورية، اربع اتجاهات. هو ايه اللي بيحصل؟ حضرتك اصدرت القرار وكانت توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء واضحة، والمحافظات وصلتها التكليفات، ومع ذلك الشوارع بالشكل ده. طيب يعني قبل ما، اولا لا يوجد اطفاء ولا 50% ولا 30% ولا 10% من الكباري ولا الانفاق ولا الميادين، عشان يبقى واضحين كمان، يعني دي ما لا ينطبق عليها 50%، ما ينطبقش عليها خالص، وده احنا متيقنين من هذا الكلام. لكن احنا بننسى ان كان في حاجات مطفية من الاصل، يعني قبل حتى هذا القرار، هل بنفتكر ان كل شوارع مصر كانت مضاءة؟ لا، بس إجابة. الشوارع اللي بقول لحضرتك عليها كانت مضاءة. طيب يبقى هناك خطأ في التطبيق. نعم. لما بنتكلم، خلينا اتكلم على فكرة الترشيد نفسه، هل الفكرة غلط ام صح؟ ونيجي نشوف لما بنقول ان احنا شوارعنا الرئيسية اللي موجودة في مصر النهاردة الإضاءة فيها أعلى من المقننات العالمية الدول المتقدمة، يبقى إذن وجب الترشيد. نعم. دولة نامية. طب الترشيد ده لما قلنا 50% عملنا القياسات، وكانت القياسات بتؤكد أنه لما عمود وعمود في الشوارع اللي هي إضاءتها اللي انت شفتها، وعلى فكرة انت سافرت يا أستاذ خيري برا، واللي سافروا برا ويشوفوا إنارة شوارعنا بالمقارنة بالإنارة الشوارع اللي بره، طبعا الإضاءة عندنا زيادة حبتين، زيادة حبتين طبعا. هل ده يجوز في دولة نامية؟ ولا الدول المتقدمة ما فيهاش ده، ما أنا بقول أهو. يعني إذا الدول المتقدمة والأغنى عندهم مرشدة، بترشد مرشدة. نيجي بقى في موضوع عمود وعمود، يعني لم يصدر قرار من أي مسؤول في مصر إنه يطفي شارع او يطفي نص شارع او ربع شارع او ميدان او اي حاجة اطلاقا. نعم. القصة كانت بتتقال انه عمود يبقى منور والعمود اللي جنبه مطفي، وعمود منور وعمود مطفي في اضاءة عالية، ولما قسنا لقناها ما زالت شدة الاضاءة يا اما برضو ما زالت اعلى من الدول بتاعنا، وقلنا خلاص نمشي على كده. طب ممكن يحصل خطأ في التطبيق برضو، احنا في النهايه انت بتدي قرار، والقرار ده مسؤولين عنه ناس، هذا القرار اللي مسؤول عنه ناس، سيب من الناس اخطا، وارد عشان برضو من طبعا وارد ان بس يتعاقب، سين يخطا مش كده، ويتعاقب. يعني انا كل اللي بارجوه عماد الغول، انا كل ما ارجوه انه تيجي هذه العمليه بس يكون ده بسبب القرار، ما هو اصل ممكن ما يكونش بسبب القرار، يكون ما احنا عندنا في شوارع مطفيه لسبب طبعا، بس انا بقول لحضرتك على شوارع، يا ريت الشارع المنور بالنهار والنبي يا عماد عندنا صوره في عز في نفس اليوم اللي فيه شوارع مصر في نفس الشارع الضلمه، في نفس الشارع الضلمه اهو يا فندم، ده عند الجامعه الكوبري الجديد، اللمبات منوره في عز النهار وبالليل كحل، يعني الموظف اللي راح نورها الصبح راح طفاها بالليل ولم ياتنا اي رد، هو لتاني مره بزعها. لا لا لا، بس هتجيب لنا المكان، جبت المكان يا فندم، ارجوكوا بس قبل ما بعد ما نخلص البرنامج تجيبوا لي العناوين هذه القصه، انا بقول لحضرتك ده هنرجع الجديد عند فيصل، عند مترو الانفاق، عند الجامعه بين السرايات، هذا الكوبري الجديد المحترم منور بالنهار، هذه المنطقه كحل في الليل.
لا اصل كلمه انه منور بالنهار وكحل بالليل دي انا مش قادره تدخل مخي كفنيه من ناحيه الفنيه. انا بقول انا هقولها بس انا بقول حضرتك انا بقول معناها انه واحد راح ولعه بالنهار وطفاه بالليل. لا يعني ما يعني مش قادر استوعب يعني ممكن يكون هو مولع بالنهار عمود بالليل عمود ومستمر متولع دي افهمها تمام بالك وافهمه هي غلط يعني المفروض انها ما تبقاش موجوده نفس المنطقه بالليل والصبح وحضرتك شايف بنفسك. لو كانت كده يبقى في حاجه يعني مش غلط بقى ده حاجه تجنن ده في يعني اتفق معاك في الاستنتاج حاجه بس احنا بننسى في الاصل انه الشوارع في مصر جميع المدن مصر تتبع المحليات. نعم يعني المسؤول عن انارتها واطفائها المحليات دور شركات ده طبقا للقانون تمام والقانون المصري زيه زي اي قانون في اي دولة اخرى متقدمة المحليات هي مسؤولة عن الانارة فاذا انه في خطأ في حتة برضو حضرتك بتحمل المسؤولية هنا للمحليات انا بتحملش مسؤولية حد عشان بس انا عايز بحدد مسؤوليات لا مثلا انا بسأل السؤال الاول وهنيجي عليه علشان عايز ارد على حضرتك المحليات بتقول ايه حاضر وانا سمعتك في البرنامج الاسبوع ده طبقا للقانون المحليات هي المسؤوله عن اناره الشوارع وطبقا للقانون هيئه الطرق والكباري هي المسؤوله عن الطرق اللي خارج المدن عشان يبقى الامور واضحه تمام ليس كل ما هو كهرباء يتبع شركات الكهرباء ففي هنا جهتين في الاناره موجوده المحليات في المدن وخارج المدن هيئة الطرق والكباري اللي تابعة لوزارة النقل نيجي بقى للمسؤولية أو ايه السبب ما نعرف ايه السبب لو كان هو منور بالليل ومستمر منور بالليل بالنهار دي افهمها انه في خطأ في ما يسمى بالولاعة اللي موجودة دي وهو في حاجة ما يسمى بخلية ضوئية تشوف النهار تقوم قافلة مطفية تشوف الدنيا ضلمت تقوم ايه مولع النور لان احنا بلد فيها تراب كتير فالتراب بيجي على الخلية الضوئية دي فشايفة باستمرار الدنيا ضلم بالنسبة لها بالنسبة للخلية دي فشايفة بالنهار الدنيا ضلم فبتروح تنته مولع بالليل وبالنهار لغاية ما اللمبة تتحرق او يجرى حاجة ده تفسير علمي لا ده بالنسبة لدي لكن انه يبقى مطفي بالليل ومولع بالنهار لا دي 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 يعني دي حساسيه جامده جدا ما عنديش تفسير لها صعب يعني نيجي بقى لقصه المسؤوليات ولما طلع القرار بتاع مجلس الوزراء شركات الكهرباء بتساعد المحليات في هذه العمليه انت عايز توصل لعدد معين في فتره زمنيه معينه يعني نعم فنزلوا يساعدوا في هذا البرنامج يعني حصل اخطاء وانا بقوله اخطاء من القائمين على التنفيذ من شركات الكهرباء نعم واخطاء تنفيذ من القائمين محليات. في المحليات عشان بس نبقى واضحه لا احمل مسؤوليه دون مسؤوليه في الجزئيه دي نعم جزئيه ال 50% ايوه انه في ناس قال لك ايه لا ده هم ما عملوش 50% لو كان فعلا ما عملوش ال 50% اللي هو عمود برضه كلمه 50% ما هو اصل اسهل على اي واحد يقول لك انت مش انتوا عايزين 50% يبقى نص الشارع نطفيه ونص الشارع نولعه ولا الشارع ده كله وقت في شارع وعندنا في القاهره مثلا عندنا 5000 شارع يبقى 2500 مولعين و2500 مطفي يعني كلام غير منطقي المنطق اللي محطوط في السياسه دي عمود وعمود وبشرط الشوارع الجانبيه اللي اضاءتها اصلا ضعيفه لا تمس لا تمس لمبه يا فندم لا ما هي اذا كانت هي مطفيه من الاصل فما لهاش علاقه شركات الكهرباء مطفيه بعد القرار في منطقه الهرم شوارع جانبيه بالكامل لو جبت لحضرتك معدلات الجريمه بعد هذا القرار كل يوم تقريبا في واحده او واحد بتوقف بسكينه في الشارع الناس ماشيه بكشافات مره اخرى بارجو نعم. المنطقه بعناوينها والنهارده بعد ما اخلص مع سيادتك هذا البرنامج التعليمات هتصدر للشركه اللي تتبعها المكان اللي سيادتك بتقوله وارجو ان انا اسمع منك تاني يوم حاضر. الوضع شكله هيحصل لانه لا يستقيم انا اللي بقوله اهو لا يستقيم طيب حضرتك قفلت عليا الجزء